تنعفي. زين شنو أي. اكثر اشاعه ضرت روان العلي؟ اشاعه او اتهام؟ اني انا اتعاطى شلون قالوا كذي؟ حبوب اللي هي تحولني زومبي، عشان كذي انا 24 ساعه فل هايبر وكلها ماخذ المواضيع بضحك، بس انا هذه حياتي، انا كذي اوفر هايبر وما عندي شيء اني انا ابكي عليه او احزن عليه، انا اخذ الحياه بوناسه. نعم، مو يقول لك المثل اضحك للدنيا الدنيا تضحك لك. صحيح صحيح. وخلت كذي ما دامك انت واثقه من نفسك ولا تهتمين لاي اشاعات او كلام ينقال عنك. روان، روان في خلاف بينك وبين الفنانه ملاك؟ ما في اي اختلاف. بلى في خلاف. ما في خلاف. انت صريحه. انا صريحه قاعد اقول لك ما في خلاف، وفي مسلسل بينعرض. انزين انت كنتوا اول حيل صديقات وتصورون بسنابات بعض وكله، انت عندها بالبيت وهي معاك، الحين ما اشوف ان انتم مع بعض ابدا. ليش؟ قبل كم شهر صورنا برمضان. اذا انا عارف بالحركات والايماءات، انت في 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 زعل، في زعل بينك وبين ملاك، في صالح في عتب. ما في اي زعل بيني وبين ملاك، بس هي يعني لهت مع العيال وانا دهيت. قمت يعني خلاص، انه يعني اول كنت عادي فاضيه، ما عندي اعمال، ما عندي شغل، ما عندي شيء، بس الحين لا خلاص قمت اشوف خطي طريقي. زين شنو تقولي لها اليوم من خلال الاي تي في والبرنامج؟ في اغنيه دائما انا بيني وبينها مالت الشحي، محمد الشحي، اللي هي شنو؟ نسيت المقطع، اللي هو صديقي وما شنو كذي. يلا ان شاء الله. صاحبك ما هز فنجان. نعم، تحياتنا حق الفنان.